بداية مع صلاح. طبعا صلاح الحقيقة واحد من أفضل المواسم بتاعته، مباراة فريقه الأخيرة ليفربول أمام الأرسنال، مباراة كانت في منتهى القوة، شارك فيها صلاح لمدة 34 دقيقة فقط، والمباراة دي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0. صلاح في المباراة دي لمس الكرة 25 مرة وخسر الكرة 11 مرة، كان ليه 10 تمريرات سليمة من أصل 15 بنسبة دقة 67%، وطبعا ليفربول في المركز الثاني ورا السيتي برصيد 69 نقطة وفارق نقطة وحيدة فقط عن الفريق المتصدر. المباراة اللي جاية ليفربول هتكون أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي. من انجلترا طبعا النني، وقبل ما يعني طبعا احنا هنروح تركيا، والبدايه مع تريزيجيه المتالق. تريزيجيه بيلعب طبعا مع اسطنبول باشاك شهير. في الفتره الاخيره كان في كلام على اصابته في ظهره، لكن الراجل اكد انه جاهز وبيشارك، وتمرينته مع المنتخب المصري بتقول انه في منتهى القوه، ولعب مع باشاك شهير المباراه الاخيره كان 86 دقيقه شارك فيهم امام أدنى، والمباراه دي انتهت انتهت بهزيمه فرقته بنتيجه 2-1، وتقييمه في المباراه 6.2 درجه، وكان ليه محاوله وحيده على المرمى، لمس الكره 43 مره وخسرها 13 مره، 20 تمريره صحيحه من اصل 25 تمريره نسبه دقه 80%، نجح في المراوغه مره واحده من اصل 4 محاولات، وفرقته حاليا بتحتل المركز السادس برصيد 47 نقطه، تراجعت في الترتيب بشكل كبير، والمباراه الجايه لفرقته هتكون امام مالاتايسبور في الدوري التركي. خلينا ناخد جولتنا في تركيا. احمد حسن كوكا طبعا كان كلام كتير جدا، ولد الحقيقه في منتهى الذوق والاحترام، وبعت رساله يعني كان بيتمنى الحقيقه، كان مركز بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، وكان بيتمنى انه ينضم لصفوف المنتخب، لكن الحقيقه رغم استبعاده لكنه بعت رساله دعم لفرقته، واتمنى من احمد انه يشتغل على نفسه اكتر، هو جاي الحقيقه بشوفه من اللعيبه اللي من الوارد جدا يكون ليهم نصيب في المشاركه مع المنتخب في كاس العالم، لو واصل يعني انه يطور من مستواه ويحافظ على مستواه الفتره اللي جايه. بيلعب طبعا مع كونيا سبور، وشارك 15 دقيقه في مباراه الفريق الاخيره امام فانرباشا بالدوري التركي، المباراه دي انتهت بخساره فرقته 2-1، وتقييمه خلال المباراه 6.5 درجه، ما كانش ليه اي محاوله طول 15 دقيقه اللي شارك فيهم، لمس الكره 6 مرات وخسرها مرتين، وكونيا سبور حاليا بيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطه، وفارق 15 نقطه عن ترابزون سبور المتصدر، والمباراه الجايه لكونيا سبور هتكون امام جوستبي في الدوري. احمد بيلعب طبعا لكونيا سبور على سبيل الاعاره من اوليمبياكوس اليوناني. نسيب احمد حسن كوكا ونروح لمصطفى محمد. كنت متوقع له الحقيقه يعني انه يكون عدى المرحله اللي هو واقف او عطلان فيها بقاله فتره، وكان يستحق الحقيقه، لكن طبعا جالاتا سراي عموما بيعاني، وتغيير الاداره الفنيه بيبقى صعب شويه، وخصوصا في التعامل مع لاعبين جم عليهم لقاهم موجودين في الفريق، وخصوصا محترفين من الخارج. بيلعب مع جالاتا سراي، بيشارك لمده 27 دقيقه في مباراه الفريق الاخيره امام برشلونه في الدوري الاوروبي، طبعا المباراه اللي انتهت بخساره جالاتا سراي بنتيجه 2-1، وخرج بعد ما تعادل سلبيا في المباراه او في الجوله الاولى. معدل تقييمه في المباراه دي كان 6.7 درجه، كان ليه محاوله وحيده على المرمى، ونجح في تمريره وحيده من اصل 6 تمريرات، ولمس الكره 11 مره وخسرها 6 مرات، والمباراه اللي جايه لجالاتا سراي امام فتح كاراجومروك بالدوري التركي. احمد ياسر ريان بدايات كانت قويه جدا، لكن الحقيقه يمكن تراجع في الفتره الاخيره نتيجه الاصابه والعوده منها، لسه ما استعادش كامل مستواه في ظني يعني. شارك لمده 19 دقيقه بس في مباراه فريقه الاخيره التاي سبور اللي جمعته بسيفاسبور في الدوري التركي، المباراه دي انتهت ايضا باسبوع الخساره بقى، اللعيبه كلها خسرت الاسبوع ده. المباراه انتهت بهزيمه الفريق بنتيجه 2-1، ومعدل تقييمه كان 6.7 درجه، وحاول على المرمى مرتين ولمس الكره 9 مرات، كان ليه 5 تمريرات سليمه من اصل 5 وخسر الكره مره واحده، والتاي حاليا بيحتل المركز ال17 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطه، والمباراه الجايه ليهم هتكون امام انطاليا سبور في الدوري التركي. اعتقد انه احمد ياسر ريان بينافس كريم حافظ. طبعا خليني اروح من تركيا لالمانيا، وعمر مرموش نجمنا المصري طبعا المحترف شتوتغارت في المانيا، او محترف فولسبورغ ومعار الى شتوتغارت، لعب او شارك لمده 89 دقيقه في المباراه الاخيره امام اونسبورج الالماني، المباراه دي انتهت بفوز شتوتغارت، فوز مهم جدا 3-2. معدل تقييم عمر مرموش في المباراه كان 8.2 درجه، وده اعلى معدل حصل عليه لاعب مصري في الجوله الاخيره، معدل تقييمه 8.2 درجه، ونجح انه يسجل هدف رائع الحقيقه، وصنع هدف اخر خلال المباراه، نجح في تمرير 19 تمريره سليمه من اصل 29 بنسبه 66%، ونجح في تمرير 4 تمريرات مفتاحيه، ولمس الكره 66 مره وخسرها 30 مره، نجح في 3 مراوغات صحيحه من اصل 9، وفاز ب 12 التحام ارضي من اصل 25، وشتوتغارت بيحتل حاليا المركز ال14 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطه، والمباراه اللي جايه لشتوتغارت هتكون امام او في مواجهه ارمينيا بيلفيلد في الدوري الالماني. ومن ألمانيا نروح للسعودية، وتحديدا مصطفى فتحي طبعا نجم التعاون السعودي. مصطفى فتحي الحقيقة يمكن أعتقد ما قدم موسم جيد كبداية ليه في الدوري السعودي، واحد من الدوريات القوية، لعب مباراة كاملة أو لمدة 90 دقيقة في مباراة فريقه الأخيرة أمام أبها، والمباراة دي انتهت بنتيجة التعادل 1-1. مصطفى سجل في المباراة دي هدف فريقه الوحيد، وتقييمه كان 7.7 درجة. حاول على المرمى مرتين ولمس الكرة 44 مرة، خسرها 18 مرة، كان ليه 16 تمريرة صحيحة من أصل 23 بنسبة دقة 70%، 4 التحامات أرضية نجح فيهم من أصل 8، والتعاون حاليا بيحتل المركز ال13 برصيد 26 نقطة، والمباراة اللي جاية لمصطفى فتحي مع فرقته هتكون أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا. كل التوفيق لمصطفى فتحي وكل التوفيق للاعبتنا. وكلمة أخيرة عن النني اللي ما شاركش، الحقيقة يمكن من بعد تألق النني بشكل كبير جدا مع منتخب مصر، أنا بشوف إنه بطولة أفريقيا الأخيرة قدم فيها النني مع المنتخب الوطني أفضل مستوياته، كان من المفترض إنه عودته لإنجلترا تكون مردودها أفضل من كده، لكن ده ما حصلش.